عن من ستكلمني اليوم يا أبي؟ سنتكلم اليوم يا ابنتي عن الشاعر العباسي أبو العتاهية، وكان معروفا بالزهد عن متع الحياة، فأوصى قائلا: رغيف خبز يابس تأكله في زاوية، وكوج ماء بارد تشربه من صافية، وغرفة ضيقة نفسك فيها خالية، أو مسجد بمعزل عن الورى في ناحية، تدرس فيه دفترا مستندا بسارية، معتبرا بمن مضى من القرون الخالية، خير من الساعات في فيء القصور العالية، تعقبها عقوبة تصلى بنار حامية، فهذه وصيتي مخبرة بحالية، طوبى لمن يسمعها، تلك لعمري كافية. فاسمع لنصح مشفق يدعى أبا العتاهية. كلام جميل جدا. أجل يا ابنتي، فاسمعي إذن كيف رثى ومدح في آن واحد، فقال: العين تبكي والسن ضاحكة، فنحن في مأتم وفي عرس، يضحكنا القائم الأمين، وتبكينا وفاة الإمام بالأمس. واو، رائع جدا. اسمعي إذن ما قاله للرب: يا رب أرجوك لا سواك، ولم يخب سعي من رجاك، أنت الذي لم تزل خفيا، لا تبلغ الأوهام منتهاك، إن أنت لم تهدنا ضللنا، يا ربي إن الهدى هداك، أحطت علما بنا جميعا، أنت ترانا ولا نراك. أعجبني يا أبي. وقال حكمة عن الصداقة نراها أيضا في وقتنا الحالي: إذا قل مال المرء قل صديقه، وضاقت به عما يريد طريقه. أصاب في هذا يا أبي. بالطبع يا ابنتي، ونرى في أيامنا الحالية أمراض وأوبئة كثيرة، وكذلك كان في عصره، فقال في هذا: إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع مكروه أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ جرحه فيما مضى، ذهب المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. هذا ما يحصل اليوم يا أبي. بالطبع يا ابنتي، وعلى الشباب أن يستمتعوا بكل لحظة، وفي هذا الخصوص نرى أبو العتاهية يتذكر الصبا والشباب، فقال بكل حرقة قلب: بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني البكاء ولا النحيب، فيا أسفا أسفت على شبابي، نعاه الشيب والرأس الخضيب، فيا ليت الشباب يعود يوما، فأخبره بما صنع المشيب. كلام جميل. عرف هارون الرشيد بحبه لسماع الأناشيد من الملاحين حين يركب السفينة، فطلب من أبي العتاهية، وفي تلك الفترة كان مسجون عند الخليفة، أن ينشد له شعرا،
فغضب أبو العتاهية وأقسم أن يقول شعرا يحزن الرشيد بدلا من أن يسعده، فقال: احترامي لك جلالة أمير المؤمنين هارون الرشيد، قل شعرا ينشده الملاحين. خانك الطرف الطموح أيها القلب الجموح، لدواعي الخير والشر دنو ونزوح، هل لمطلوب بذنب توبة منه نصوح؟ كيف إصلاح قلوب إنما هن قروح؟ أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح. موت بعض الناس في الأرض على بعض فتوح، سيصير المرء يوما جسدا ما فيه روح. بين عيني كل حي علم الموت يلوح، كلنا في غفلة والموت يغدي ويروح. لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح. قصيدة مخيفة وقاسية جدا وتقشعر لها الأبدان، بكى هارون الرشيد وأنا بكيت. يا أبي، هو كان معروف بقبحه، فهل أحب؟ بالطبع يا ابنتي، فهو أحب جارية عند الخليفة المهدي اسمها عتبة. للأسف يا ابنتي، فهو حب من طرف واحد، فاسمعي إذن ماذا كتب لعتبة عندما كان شابا. يا إخوتي، إن الهوى قاتلي، فيسر الأكفان من عاجلي، ولا تلوموا في اتباع الهوى، فإنني في شغل شاغلي. عيني على عتبة منهلة بدمعها المنسكب السائل. اسمعي يا ابنتي، حتى غزله فيه دنيا وآخرة. مرت اليوم شاطرة، بضت الجسم ساحرة، إن دنيا هي التي مرت اليوم سافرة. سرقوا نصف اسمها، فهي دنيا وآخرة. وقال لها أيضا: كأن عتابة من حسنها دمية قس فتنت قسها، يا رب لو أنسيتنيها بما في جنة الفردوس لم أنساها. هذه كانت قصتنا لهذا اليوم يا ابنتي، أتمنى أنها نالت إعجابك. بالطبع يا أبي، وشكرا لك. هل عرفتم من أنا؟ أنا أبو العتاهية. شكرا لكم يا أحبتي.